أصدقائي الأعزاء، مساء الخير. مساء الخير، الساعة 1:30. طيب اليوم حنحكي الفيديو الأخير بسلسلة الفيديو اللي نزلت على موضوع الكومبوزيت، واليوم حنحكي عن الفينيشينج اند بولشينج بروتوكول، ورح يكون كلامنا عن الأبر ليفت سنترال هذا انتو شايفينه. هذا رح نعمل له الآن فينيشينج اند بولشينج. كالعادة نستنى الناس لبين ما تتجمع، ممكن ندردش شوي، ممكن نشوف إذا في أسئلة. طيب هلا لبين ما الناس يتجمعوا بدي أورجيكم أنا شو بستخدم للفينيشينج اند بولشينج. راح أحط لكم أكثر الشغلات المستخدمة عندي. انا هاي كل البيرز والارمنتاريوم خلينا نحكي اللي انا بستخدمها لموضوع الفينيشينج اند بولشينج، ما بحتاج غيرها ابدا. وهذا صراحه البروتوكول هو ماي اون بروتوكول اللي انا بعتمد عليه، ما بستخدم كتات معينه. يعني في كتات كثيره من شركات كثيره بتكون خلاص كامله جاهزه، وانا ما بحبها. انا بحب كل شيء موديفايد صراحه. هاي هو منشوف في عنا البيرز الصفر، هم أكثر إشي البيرز الصفر والحمر اللي نعتمد عليهم في عملية الفينيشينج والبولشينج. بحب هذا البير الأصفر يكون يكون هيك زي تقريبا نيدل بير. هذا هون بستخدمه للجينجيفال إيريا، وهذا البير بستخدمه عشان أرسم فيه الجروفز. هذا منضمه طبعا، هذا مو هون موقعه، موقعه هون. هذا من هدول من شركة إيف كلياتهم، هدول البوليشنج ديسكس والويلز هدول، وهذا من شركة إيف. هلا أنا صراحة الديسك ما بحب الديسكات تبعت شركة إيف، أنا بحب أستخدم الديسكات تبعت كير صراحة بيعطوا نتائج كتير أحلى، ولكن رح نستخدم اليوم إيف فحتشوفوهم. طبعا هم مرتبين من هذا كورس فيري كورس، هذا ميديوم وهذا أقل شيء، وفي عنا لسه الابيض موجود بس انا ما بوصل للابيض، احيانا ما بضطر اوصل حتى للاصفر. هذا اخف شيء، وهذا طبعا الماندريل تبعهم. غير هدول انا صراحه ما بحتاج شيء. اذا سالتوني مين اهم شيء بكل هدول، بقول لكم هدول التو انسترومنتس هدول او التو ويلز. اوكي طيب خلينا نيجي هلا نوديهم على جنب ونبلش البروتوكول تبعنا. راح نبدا ان شاء الله تعالى، فخلوكم معي. دائما خليكم اعملوا تعليقات عشان انا اعرف انه البث لسه موجود، واذا في اي اسئلة بتمنى انكم تسألوني. طيب اول شيء ببدأ فيه اني انا باجي بطلع على السن. اتفقنا احنا لما نكون نعمل كومبوزيت نحاول قدر الامكان انه ما يكون الكومبوزيت فيه محطوط اوفر، عشان احنا ما نضطر نشيله بالفينيشنج كتير. فهذا السن طبعا فيه شوي اوفر عن هذا السن، ولكن ما حاخذ هذا بعين الاعتبار، لانه هذا حاخده انه كانه انديفيديوال، لانه هذا السن اصلا كمان عليه كومبوزيت. ولكن نوعا ما الكميه هون كبيره، ولكن ما فيها زي ما انتم شايفين تعرجات او زيبينجز او هيك شغلات. فهذا الحكي راح يخفف علينا شوي بعمليه الفينيشينج. فينيشينج المقصود فيها انك انت تاخذ زي ما بنحكيها بالعامي العالي بالواطي، يعني المناطق الواطية العالية بدها تنزل لمستوى الواطية، والواطية بدها توصل للمستوى اللي انت مطلوب منك. طبعا انا بفضل بالفينيشنج والبولشنج، خاصة بالفينيشنج، استخدام ال 1 to 5 هاند بيس. ال 1 to 5 هاند بيس هي هاند بيس زي ما انتم شايفين بتشبه اللو سبيد هاند بيس، ولكن شو بتفرق؟ هلا بدي اورجيكم. هي عندنا اللو سبيد هاند بيس زرقاء، شايفين هذا خط ازرق، وشو بكون الريشيو تبعها؟ بكون 1 to 1. اوكي 1 to 1، هاي بركب عليها بير لو سبيد. هلا هاي نفس الشيء، ولكن الريشيو تبعها 1 to 5 انها انكريزنج هاند بيس، وبركب عليها بير هاي سبيد. اوكي ولكن تحتاج الى مايكرو موتور يكون الكتريك. ليش؟ هاي الحلو بالهاند بيس انها تعطيك كنترول كتير عالي، زي ما انتم شايفين وركبت عليها هاي سبيد بير. اوكي يعني ما بركب عليها اشياء زي هيك، هاي ما بتركب، هاي بتركب على اللو سبيد.
تعطيك كنترول أفضل، تقدر تتحكم بسرعتها، تعطيك دوران ثابت. تفضل دكتور أفوتي. بتعطي دوران ثابت، بتعطي تورك ثابت، فهذا الشيء بخليها صراحة تتميز عن الهاند بيس الهاي سبيد العادية اللي هي هاي هاي. طبعا هي هاي وصل لأنها كنت أستخدمها بضبط بالكومبوزيت قبل ما أطلع لايف. بتخليها تتميز عن هاي الهاند بيس لأنه هاي سرعتها عالية جدا، توصل لميتين ألف، وأول ما تلمس السن بصير فيها ريدكشن بالسرعة تبعيتها، وما نقدر نتحكم بسرعتها فبتصير تنتش نتش. أوكي طيب، فهلأ بدنا زي ما حكينا أنا بفضل استخدام الـ 1 to 5 هاند بيس، بتعطينا كنترول عالي جدا. هاي واحد. اثنين، من الشغلات المهمة ألا وهي إنه إحنا نحاول نشتغل مش مية كتير. ليش؟ عشان نخلي عنا فيجن ونشوف إحنا شو عمالنا بناكل من السن، لأنه لما يكون في عندك مي، المي عم تغسل مباشرة الدبري، والأنا خليني أشوف قديش عم باكل من السن، إيش هو الدبري، قد ما بطلع دبري معناته أنا عمالي باكل من السن، فعشان أنا ما أجور على السن زيادة وأخذ منه زيادة أنا حطيت هون تحت ستانلس ستيل دش عشان هلأ المي اللي رح تصير. اوكي طيب، فبخلي المي دائما اكسترنال، ما بخليها انترنال، يعني بخلي الاسيستنت هي اللي تعطيني مي من برا عن طريق السيرنج. اوكي طيب، هلا بدنا نبلش ان شاء الله. اول خطوه بنبلش فيها انه احنا زي ما حكينا نسوي السطح. خليك تصير تعطيني هيك مي كل شوي. اوكي طريقه ثابته، تفضل. شايفين واضح كلياتنا ان شاء الله. قبل ما انا اكمل في شغلة هون مهمة نسيت احكي لكم اياها، بحاول اقسم السن ل 3 ليفلز او 3 بلينز. خلينا نحكي في عنا الانسايزر، وعندنا الميدل، وعندنا الابيكال او الجينجيفال خلينا نحكي. فانا لما بده يصير عندي عمليه الفينيشنج بالبير، ما باجي بس هيك باخذ وبدي اضلني امشي بالبير لبين ما يصير مستقيم مع البير، هذا خطا. هيك انا راح اكون عملت اوفر بريبريشن او اوفر فينيشنج بالسن. فبحاول اني انا اشتغل على مستويات، على الليفل الانسايزر، بعدين على الميدل، بعدين على الجينجيفال، زي ما بشتغل لما انا اجي اعمل بريباريشن للفينيرز. فباجي اول اشي على المستوى هذا، انا رسمت خط. طيب شغله كتير مهمه يا جماعه، شو بتشوفوا انا كيف بشتغل بالبير؟ بروح وباجي ما بعمل هيك، هاي التنتيشه هاي ما في داعي منها. دائما حتى بالبريباريشن حاول تكون انك تاخذ الشوط من اوله لاخره، وحتى لما تكون حركتك عندك ما تكون تنتيش، تكون سموث. هاي شغلة مهمة، وأهم فيو إلك وأنت بتعمل فينشنج هو هذا الفيو من جنب، لاترال فيو. لاترال فيو هو اللي بيعطيك الفيو الصحيح. شايفين أنا هيك لما أجي أشتغل طلعوا كيف البير بيكون لامس، بس بيكون لامس المنطقة اللي أنا محددها. لو انا بشتغل بهاي سبيد تخيلوا كان هلا انا وصلت السن الطبيعي، اما هاي ال 1 to 5 هاند بيس بتعطيني كنترول افضل. شغله كمان حلوه او تريك بسيط، لما انا مثلا بدي اجي اخذ منطقه الانسايزر، انا بفضل اني اخذ منها ببير مختلف او اخذ منها بالديسك، ولكن اذا كان بس هذا البير الراكب عندك وبدك تاخذ، حاول خذ بانه يكون عندك الـ 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 البير لامس اكبر مساحه من السن، يعني بهاي الطريقه. طلعوا كيف عمالي باخذ بهاي الطريقه، عمالي باخذ ما باجي هيك. اذا بتاكل هيك انت رح تاكل السن وانت مو منتبه، رح يعني رح تاكل من هون اكثر، بعدين تيجي من هون، بعدين تاكل من هون، بعدين تيجي من هون. فيفضل انك تكون بهاي الطريقة تشتغل، فهيك بتكون ضامن انك عمالك تاخذ بتساوي. وهي كمان تريك بتمنى انكم تحفظوها عندكم. طيب نيجي نطلع
على السن انه احنا وين وصلنا فيه. انا شايفه انه بده شوية انسايزري من هون. انا قلت لكم ما راح اوصل فيه لليفل هذا السن، فعشان هيك ما حيكون السن هذا هو الريفرنس تبعي. اوكي، هلا احنا بدنا نركز على موضوع بس الاناتومي والكونسبت بشكل عام. طلعوا لما انا اجي اشتغل بالمنطقه هاي بدي تنتبهوا على كل حركه بعملها. ما باجي بعمل هيك. اذا بعمل هيك راح اضرب السن المجاور. احسن طريقه انك تعمل تدخل بالبير تبعك بالمنطقه هاي من غير ما تلمس السن الا انك تيجي تشتغل بهاي الطريقه. طبعا انتوا هلا عمالكم زي ما انا بعمل دائما بتشوفوا اندر مايكروسكوب، فانا باجي بعمل بهاي الطريقه، شايفين هذا هيك ما بضرب السن المجاور، وبكون انا عملت بريبريشن اللي بدي اياه. هيك بتخيل انه الامور تمام، بتمشي ايدك على السن بحيث انك تشوف اذا في اشي عمالك بتحسه طالع نازل. اوكي طيب، هلا انا هيك بتخيل السن انه بالنسبة للبير انا خلصت من موضوع البير. راح ارجع لهم ولكن عشان اعمل اناتومي. اليوم راح نعمل اناتومي. في مرة فيديو طلعت فيه لايف لما عملت كومبوزيت من الف الى الياء على مريض حقيقي، ما عملت اناتومي. اليوم راح نعمل اناتومي ونورجيكم كيف بدنا يكون موضوع الاناتومي. اتمنى انه ما يكون الفيديو لكم ممل، راح يكون شوي طويل اليوم، ولكن فيديو كتير مطلوب والكل حابب، الكل بيسالني عنه يومي انه دكتور وين الفينيشينج والبولشينج ما نزلته. طيب هيك احنا شايفين انه الامور عندنا تمام. نطلع هذا الفيو مره اخرى. لا شايفين انا شايف هون في زياده، فباجي بقلم رصاص بعلم وين الزيادة عندي. فعندي الزيادة بالمنطقة هاي كلياتها، معناته هاي كلياتها بدها تنشال. برجع للبير مرة ثانية. طلع لسه بدي كمان شوي. شايفين كيف حركتي بالبير بتكون سموث، وهذا هو المطلوب. تمام، تمام. هيك امورنا ان شاء الله تمام. اللي مستعجل وحابب يطلع من اللايف اعرفوا انه انا اللايف دائما بحتفظ فيهم، فممكن ترجعوا لهم اي وقت، رح يضل موجود على صفحتي ان شاء الله الى ان يشاء الله. طيب هلا خلصنا هون. ما بدخل على عمليه البولشينج الا لما اكون خلصت فينيشينج، خلصت اناتومي. هلا هون انا بدي اعرف الاناتومي تبعت السن كيف اعملها. في عندي طريقتين. اذا انت عامل السنين بايدك معناته بدك تحاول يكون كل شغلك فري هاند وتصوري. اذا كان عندك سن موجود adjacent tooth وانت بدك تخلي السن يشبهه معناته بدك تطبعه. فشو بنعمل؟ بنجيب القلم، وهي شغلة كتير ضرورية تركزوا عليها لأنه في كتير فيديوهات بنحضرها بتلاقي هالدكتور مسك القلم وخربش، وإحنا ما فهمنا شو خربش، وهو كمان مو فاهم ليش خربش، فمصفي ولا حدا فاهم ليش الدكتور خربش بالقلم. بنجيب القلم هيك على جنبه، ومش هذا القلم، مش هاي الأقلام، بنجيب الأقلام اللي هي بيكون هاي جاهز اللي بدهاش بري، عرفتوها أبو الفطع. المهم نيجي منلون السن المجاور هاي، ما شايفين أنا ماجي بمشي بالجنب. فلما أنا أمشي بالجنب شو بتكون عندي؟ بتكون عندي خطوط. هي بحاول امشي على كل السن يعني بضلني امشي بالقلم على كل السن، يتلون اللي يتلون منه. ما اذا انا باجي بعمل القلم هيك مباشره فراح الون كل مكان. انا ما بدي كل مكان يتلون، انا بدي الاماكن البارزه. فهون طلعوا شو راح يصير. طلعوا هيك بين المورفولوجي تبع السن المجاور اللي انا بدي احاول اقلده. ولكن هون في كتير تفاصيل صعب اني انا اجي بدي اقلدها صراحة. يعني ما راح اروح هلأ
بدي اعمل كل هالامبريجرز هاي هون. اصلا هذا اصلا معمول كومبوزيت. هون بهمني شغلتين اركز عليهم، شو هم؟ راح امسح وتشوفوهم مره تانية. طلع شو بهمني؟ بهمني لايت ريفلكشن زون اللي هي هاي، هاي شايفين بجيبها بطرف القلم بعلمها، واللي هي الجهه المقابله هاي. اوكي، وبيجي بهمني اللي هم منطقه الاناتومي الا وهي المنطقه هاي. اوكي، فتيجي بهمني هدول الامبريجرز الاناتومي اللي هون، وبهمني اللات ريفلكشن زون. هلا هذا السن لما بدي اجي اقلد هذا السن بدي اجي اعمل نفس الشيء، بجيب القلم تبعي وبمشي على السن اللي بدي اعمل فيه فينيشنج او بولشنج، عفوا او فينيشنج، باجي بمشي هيك. وهلا هذا الخط رح يرتسم لحاله، ما انا تعمدت ارسمه، شايفين اللي رسمه هو طرف القلم وليس انا، ما رسمته انا ببوز القلم. وباجي على الجهه الثانيه وكمان بعمل هيك. هلا اذا كان في ديفيشن او كان في اختلاف بين الخط اللي هون ومقابله هون وخط اللي هون ومقابله هون، بحاول امحيه وارجع اعدله حسب هذا السن. ولكن انا اللي لاحظته هون انه الخط الخارجي عندي اللي هو هذا مقابله هذا تقريبا نفس الشيء، فهذا راح احافظ عليه. شايفين هلا هون هون ممتاز، ولكن هذا السن لا ابعد. طلعوا هذا الخط كيف جاي، هذا الخط جاي هيك، هذا الخط جاي شوي لجوه. هلا كل ما الخطين هدول كانوا قراب من بعض كل ما كان السن مبين رفيع، وكل ما هدول الخطين وسعوا عن بعض السن ببين عريض. فهذا برجع للدكتور هو شو حابب يبرز. فعشان هيك هذا الخط راح امسحه او راح ارسم خط ثاني انا بايدي يكون يشبه السن المجاور. فشو معناته؟ هذا السن بده يتعرض شوي. اوكي، فهذا الخط هذا ما بدنا اياه. اوكي، طيب هلا لما انت بدك تعرض السن راح يكون عندك البريبريشن من سنتر التوث لبرا. اما اذا انت بدك تنحف السن او ترفع السن بده يكون عندك البريبريشن من برا لجوا. فهي شغله ضروريه نحطها في بالنا. هلا هون انا ما عندي اناتومي، فانا راح ارسمها بايدي. باجي على الاوتر اريا، تنسوش انه الاوتر هون هي الاوتر هون مو الاوتر هون، يعني هون. فالواحد ممكن احيانا بيلتخم، فنيجي بنرسم بنحاول نقلد الرسمه هاي يلي هون، فبنيجي بنرسمها رسم. اوكي، لو كان فيها اختلاف بسيط ما بياثر. اوكي، فهاي تقريبا هيك السنين صاروا يشبهوا بعض من ناحيه الخطوط. هلا بجيب البير تبعي هو هذا، هذا ما بستخدمه لهدول، هذا بس بستخدمه للجهات اللايت ريفلكشن زون. اوكي، طيب هلا بما انه هذا الخط ارتسم عندي هون زي ما هو، مش معناته انه هون ما عندي شغل، لا انا عندي شغل، ولكن شغلي بده يكون برا وبده يكون بزاويه. طلعوا كيف، عشان يا جماعه زي ما حكيت لكم انا هون بهمني انه احنا نكون فاهمين، بس مش حضرنا وخلص. بده يكون ايدي زاويه بحيث انه الزاويه تكون لامسه، الزاويه تكون باتجاه عفوا الخط الرصاص هذا، وما بدها تكون بزاويه كثير منبطحه يعني هيك هيك صفى انه انا عمالي بس بعمل بريبريشن للتوث. بدها تكون تقريبا بزاويه 45. اوكي، فبدي اجي انا واعمل هون هذا البريبريشن. ومي خفيف يعني كل شوي بترش لك الاسيستنت مي عشان تشوف انت شو بتعمل. شايفين انا خاص بروح وبرجع ما بنتش هاي التنتيش هيك، هاي نسول اياها، هاي النتعات هاي هيك خلص. هاي انا بعمل هيك، بحاول اضلني اعمل هيك لبين ما تقريبا الخط بلش يروح. اوكي، وهلا بدي اجي على المنطقه هاي. هلا المنطقه هاي اتفقنا انه انا بدي اروح لبرا، فحيكون البريبريشن تبعي من هون. اوكي، فهي راح القلم الرصاص اللي انا رسمته الاول. وهلا هذا القلم الحقيقي الرسمه، نفس الشيء باجيها كمان بشتغل من برا لانه بهمني ما يكون في كمان بلجي برا وما بين معي بقلم الرصاص. بعدين خلص. هلا الجينجيفال اريا هاي هون، المنطقه هاي هون، اذا كنت انت عامل فينش لاين اوكي بهمك انك انت لما تمشي بالبروب ما يكون يصير معك كاتش. اذا معك كاتش بهذا البير بصير، او بالبير اللي ورجيتكم اياه هذا الاصفر انا بحبه صراحه كثير، هذا ممكن تمشي جينجيفال، وممكن حتى تفوت سب جينجيفال اذا كان عندك هيلثي جم، فما راح يصير عندك اي مشاكل. بنمشي بزاويه انه بس يكون البريباريشن على
أنا هون صراحة ما عندي كاتش، ولكن بدي أمشي عشان تشوفوا، عشان تشوفوا أنا كيف بعمل ال أعطيني مي هاي هيك، بس إشي بسيط صب جنجبل بفوت عشان ما يكون عندي. هاي مناطق بتكون بحب يعني الأكل بحب يتجمع فيها صراحة كتير، فإحنا نقطع عليه هذا الموضوع. طيب هلا هيك خلصت أنا اللايت ريفليكشن زون. إذا بدي أرجع أتأكد منها برجع بمسك القلم، كيف برجع بمسكه هيك بحرفه وبرجع برسم، لازم يتكون عندي خطين بيشبهوا الخطين اللي هون. هلا هون بدي أرجع هاي المنطقة، هون ما باجي بعمل بهذا البير، ما باجي بعمل بهذا البير الأناتومي. ليش؟ لأنه هذا البير ستريت، أنا بدي بير يكون فوتبول. ليش؟ عشان أنا أتحكم ب خليني أحكي بالإشي الدائري اللي بدي أعمل، لأنه الكونكيفيتي اللي هون اللي بتصير هي الأناتومي، هاي اللي هون الإمبريجرز اللي هون هي عبارة عن شيء دائري وليس ستريت، فما باجي بعملها ببير. يعني هذا البير كل ما أنت نيمته على السن بعطيك أعرض، كل ما أنت رفعت يعني كل ما أنت اجيت بحرفه كل ما أعطاك أرفع، كل ما عملت هيك كل ما كان أخمل. فهذا الشيء اللي بدي إياه، فأنا بتحكم بالبير بإني بتحرك يمين وشمال، فكل ما تحركت هيك بشتغل بالتب بيعطيني رفع، كل ما عملت هيك بيعطيني سماكة وبيعطيني كمان عمق. طيب هون كمان بيجي ضرورية الهاند بيس اللي هي 1 to 5 زي ما حكيت لكم. ال 1 to 5 بتخلي كنترول كتير عالي، وبقدر أنا أخفف يعني بقدر أخفف سرعتها، وهذا إشي كمان كتير مهم. طيب بينين معانا الخطوط لسه لا راحوا لأني لمست بأصبعي، حرجع أرسمهم مرة تانية تحملوني. في تعليقات ولا لا؟ لأن أنا شايل التعليقات صراحة، بتمنى إنه بس حد يكتب لي تعليقات عشان أعرف إنه ال يعني الكل بيحضر أو في قطع بالفيديو، لأنه صراحة ما طالع من التليفون. طلع كيف أول شيء باجي أعمل بالطريقة هاي، بعدين بحاول باجي بشوف أنا شو اللي عملته، باجي بطلع على السن البلين هذا، شايفين بلش هاي هون إمبريجر ولكن مش كتير، برجع بحاول أشد عليها إذا بدي أوضحها، إذا ما بدي أوضحها فبتركها زي ما هي. بالتعليقات على هذا الفيديو ما حدا عم بكتب لي كومنتس. أيوة دكتورة فاتن شكرا لك، يا ريت تقدركم تكتبوا كومنتس عشان أنا أعرف إنه الفيديو شغال. الاناتومي برجع لعمر المريض للسن المجاور، في اناتومي كتير اعمل اناتومي كتير، ما في اناتومي كتير لا تعمل اناتومي كتير. فهي عملنا خلينا نحكي الجروفز، بمسح وبرش شوية هواء وبطلع شو اللي صار معي. أحسن وضعية تطلع عليها هي الأوكلوزل، بطلع بدي أشوف بوضوح شو تكون معي. هاي شايفين تقريبا في عندي صار أناتومي، بس مو كتيرة، أنا بدي أوضحها هالمرة، أنا حابب بالفيديو هاي تكون واضحة. عفوا بالتعليقات على الفيديو، أهلا بليبيا ومتابعين ليبيا، بالفيديو هذا رح أترك لكم صورة، رح أصور صورة بروفيشنال لهذا السن بالكاميرا بعد ما أخلص وأحط لكم إياها بالكومنت. الحالة في أول تعليق شيك جماعة السوشيال ميديا بيعملوا. ماشي هلا هيك الأناتومي صارت عندي تقريبا بزيادة، وهذا اللي أنا بدي إياه. شايفين الإمبريجرز أو خلينا نحكي الجروفز اللي صارت ممتازة. أنتوا عم بتفكروا إنه أنا البير عماله بشيل كتير، بس هو البير ما عم بشيل كتير،
البير لانه اصفر وعلى 1 تو 5 هاند بيس ومخفف سرعتها، فهو بيشتغل براحته. طيب هلا كيف بدي اعرف انا الاناتومي اللي رسمتها؟ باجي بالبير بالقلم الرصاص وبعمل هيك، طلع شو تكون عندي، وهذا اللي انا بدي اياه. هلا هون يا بعدل يا بخليهم، ممكن انه اعدل. فشايفين هاي تقريبا تكون عندي هاي خط هذا هون، وهي تكون عندي هاي خط الثاني هون، وهي هذا الخط وهي هذا الخط. فهذا الاناتومي تبعتي اللي تكونت عندي تقريبا تشبه السن اللي جنبها، وهذا الحكي ممتاز. اكيد راح احفظ الفيديو. تمام. هلا هاي شغله هيك زياده، السن طبيعته، هلا هدول بنسميهم الديبريشنز او بنسميهم الجروفز. وهون عاده بالسن الطبيعي في عندنا هون هيك امبريجرز، هون شايفينها، هون بيجي هيك خطوط بالسن هاي، او احيانا بتكون على طول السن كامل. هاي كيف بعملها؟ في اكثر من تريك، في اكثر من طريقه. في ناس بتعملها بالديسك بالربر هذا، بتيجي على الربر هذا وبتجيب بير وبتخططه، فبصير هو مخطط مقطع فبكون لك اياها. في ناس شو بتعملها، وانا واحد منهم، اريح لانه ما بحب انا اخرب الربرز هذول لانهم غاليين شوي، بجيب هذا البير اللي هو النيدل بير، شايفينه، او ممكن تجيب ارفع منه، وبمشي بطريقه مش ما تكون ريجولر يعني هيك خطوط عشوائيه، شايفين. هاي الخطوط رح تضلها موجوده معك. ليش؟ لانه هذا بكون الدبث اللي دخل فيه البير دبث عالي، مهما الديسك شال ما راح يوصل للصفر تبعها، فهذا الاشياء راح تضلها عندك موجوده، ما بتبين معنا هلا، حتبين معنا على الصوره البروفيشنال حكيت لكم عليها. اوكي. طيب هلا هون انا عمالي بضلني كل شوي امسح بفاين عليها ميه بس عشان انه اخفف من الرصاص. هلا احنا مع الديسكات كل الرصاص هذا حيروح. انا بحيي كل الناس اللي معاي من اول الفيديو صراحه لهلا، يعطيكم العافيه. اوكي. طيب هلا هيك تقريبا السن خلصنا من اشي اسمه بير على الاسنان، فهلا ما حنرجع للبيرز. هلا كل شغلنا راح يكون راح يتحول لديسكات او ديسكس. هلا الديسك هذا هو وان سايدد. اوكي. شو يعني؟ يعني جهه واحده بس من اللي بتاكل، ما بتاكل الجهتين، اللي هي الجهه هاي الخشنه. هلا هاي الجهه هون هاي ناعمه ما بتاكل. اوكي. فهذا اشي ضروري تكون انت عارفه. هلا هاي الجهه ما بتاكل الناعمه، وهي الجهة الخشنة. أنا بركب إنها تكون لجوة باتجاه الهاند بيس، يعني أنا لما أشتغل بحب تكون لجوة، يعني أنا بشتغل هيك ما بشتغل هيك. أوكي. أحسن. هلأ إذا بدي أقلبها بقلبها، أحيانا بضطر إني أقلبها لما يكون عندي مشكلة بالفيجن بقلبها. فهاي الشغلة بترجع، هاي الشغلة أنا بتخيل إنها يعني إرغونوميكلي بالسن أحسن. طيب هلأ كيف بشتغل بالديسك؟ انا باجي بالكورس ديسك، بحب اشتغل اول شيء بالكورس ديسك. الكورس ديسك باجي بشتغل فيه بهذه الطريقه زي ما حكيت لكم. شايفين هيك بحاول ما بضرب اللفته، وانا عامل كنترول بالفيجن ممتاز. شايفوا اول ما تبلش تشتغلوا بالديسك عاده بتبلشوا تحسوا شويه بلمعان السن. هلا هون ايش الحلو بالموضوع بالديسك؟ انه اذا بدك تعمل مثلا هون راونديشن، ها طلع محمد عامل هون راونديشن، الحلو بتعملها بالديسك. الكورس ديسك بيساعدك، مثلا انت هاي شايف شارب ايدج هون، بدك تعدلها تعدلها بالديسك. شايفين كيف شالها مباشره بس لمسه بسيطه. فالديسك الكورس ديسك قوي، وقوته تعادل تقريبا اليلو بير. خلص هون خلصت منه هذا الديسك، راح اشيله وراح اروح للي انعم منه. شو بستفيد من هاي الشغله؟ بستفيد اني قد ما اقدر بخفف من خشونه السن، لانه الويلز اللي حستخدمهم بالنهايه ما راح تساعدني بهذا الموضوع. هي الويلز فقط مشكلتها، هي همها
او وظيفتها بالاحرى انها هي تعمل لك بولشينج فقط، ما حتعمل لك فينيشينج. فالديسكات تعمل لك سيرفس سموث كتير حلو جاهز للبولشينج، وبتخفف لك من الجابس او البورسيتي الموجوده جوا الفاينل لاير. شايفين هلا بتقدر مثلا انا بدي اجي مثلا اشتغل بهاي المنطقه هيك، بقدر اجي اقلبها، شايفين؟ فهي بترجع لانت كيف تكون، عفوا انتم هون مو شايفين، انك تكون مرتاح فبتقلبها زي ما بدك. اوكي، بس اهم شيء انه احنا دائما نكون محددين ايش الجهه الخشنه وايش الجهه الناعمه. هاي هيك رجعت انا قلبتها، هاي هيك تمام. هذا اقل مو كورس كتير، كل ما الانسترومنتس اللي بتستخدمها للبولشينج والفينشينج لمست سيرفيسز من التوث، كل ما انت استفدت اكتر، لانه اي منطقة ما بلمسها البيرز تبعتك وما بلمسها الفينشينج والبولشينج بروتوكول تبعك ما بيلمسها، معرضة انه يصير فيها ستينز. فاكتر الحشوات دائما وين بنلاقي الستينز؟ بنلاقيها هون بالجوانب. ليش؟ لانه هاي ما بوصلها لا بيرز ولا بوصلها ديسكات ولا اشي، فبدك تحاول توصلها قدر الامكان. والحلو انه الديسكس طبعا هدول حجمهم كبير، في اصغر من هيك عند كير كمان، انا بنصح فيهم جدا صراحة، قلت لكم انا بحب اللي عند كير اكتر. طيب هلا في شغلة ممكن نعملها هون، في عندي ستون انا شايفين هذا الستون هذا الابيض، انا بحب استخدمه عشان هلا هون الديسكات ما بتفوت جوا الجروف هذا، فالجروف عندي هون بيكون حوافه من هاي الجهه. خليني اكون اكيوريت اكثر واورجيكم. طلع هلا حواف الجروفز اللي انا عملتها من هون من برا ومن من جوا ومن برا بتكون مش راوندد، بتكون كتير شارب. فانا كيف بحب اكسرها؟ بحب اجي اكسرها وتعطيني هيك شكل كتير حلو وسموث، ما تكون بارز كتير بالستون هذا. هذا الستون من شوفه، في شركات كتير عندها منه. هلا ليش ما استخدمت هذا اذا حدا سألني؟ لانه هذا فاين اكتر ما بيشيل، هذا حستخدمه بعد ما استخدم هذا. اوكي، شايفين كيف بستخدم؟ عمالي بكسر الزوايا الموجودة وعمالي بمشي على الجروف تبعي، فهو ما عماله ياكل، هو عماله يعني خلينا نحكي هيك يعمل لي سموثينج عماله، شايفين؟ شايفين شو اللي بيعمله؟ هيك بخليهم سموث، ما بخليهم شارب. هذاك اليوم شفت فيديو امبارح لأحد دكاترة معروف مشهور وأنا متابعه، عمل جروفز، هو عادة ما بيعمل جروفز وأناتومي، كثير الجروفز كانوا بشعين، هذول راح يجمعوا وسخ مهما كانوا عملهم فينيشينج بولشينج منيح، لأنه فيهم شارب إيدجز، فالأكل راح يجمع عليهم. فلما أنت تعمل هاي الحركة أنت بتكون كسرت الزوايا، وممكن تمشي أنت تقصد الزوايا كمان. طبعا انا ما بنصح انه تشتغلوا هالمده هاي كلياتها بدون مي، خلوا دائما المي موجوده، بس لانه الصبيه عندي تركتني انشغلت بشغله ثانيه. فممكن يصير عندك بيرنينج للكومبوزيت. فانتوا زي ما انتوا شايفين هاي هون، شوف كيف الاناتومي صار كثير حلو. انا هاي الشغله بالنسبه لي ريكومندد وبحب انها تنعمل. طيب خلصنا هلا، هلا باجي لهذا. هلا هذا الشركه بتسوقه، هذا هو نفسه. هلا عشان يجي نكون متفقين، هلا عندنا هدول هم ملوك البولشينج والفينش، ملوك البولشينج. هذا اللون زهر، هذا الستيب 1 وهذا ستيب 2، يعني هذا بعده الابيض، بعده ما في شيء لازم يلمس السن، خلاص هذا راح يعطيك البولشينج والفينشينج سيرفيس السيرفيس اللميع، راحت عن بالي الكلمة. فممنوع بعدها أي إشي يلمس إلا برش، ممكن تستخدم برش. وأنا عشان نكون واضحين أنا لا أستخدم البوليشينج بيست، لا أستخدم بوليشينج بيست، بحب أنا البوليشينج يجيني من البروتوكول تبعي أو من الانسترومنتس اللي أنا بستخدمها بدون أي أسيستينج ماتيريالز. أوكي طيب هلأ باجي بهاي نفس الشيء، باجي ببلل السن شوي
وعلى سرعة خفيفة بحاول ألمس كل السن، لأنه هذا حيدخل معاك بالمناطق الصعبة. شايفين كيف عمالي بفوت بالمناطق الصعبة؟ طلعوا كيف عم يصير عندي شوية لمعان. ممكن أجي عند اللثة كمان أدخل شوي، وباجي حتى على الإنسايدر إيدج بشتغل. هون لازم دائما نطلكم تحطوا مي عشان ما يصير عندكم بيرنينج للكومبوزيت. وهون باجي بعيد على الأناتومي اللي أنا اشتغلتهم، بشد شوية هون، بعمل شوية بريشر. أوكي، فهيك تكون عندي سيرفيس جاهز للبولشينج. هلا كيف تعرف إنه أنت سنك البولشينج تبعه إناف؟ بتيجي بترش عليه هوا، طلعوا. هلا هذا السن معمول له فينيشينج، طلعوا هذا السن معمول له فينيشينج كويس. بدي أوضح الصورة وأعمل لكم ماجنيفيكيشن أكثر عشان تشوفوا الفرق. طلعوا هلا هذا السن معمول له فينيشينج، طلعوا كيف بلمع. هذا طلعوا كيف لمعانه طافي شوي. كيف تيجي؟ بتيجي بترش هوا، طلعوا هذا مهما رشيت على هوا بضله لميع. هذا طلعوا لما أرش عليه هوا ببهت لونه. شايفين طلعوا الأناتومي كيف ما أحلاها عم بتبين لما أنا عمالي بحرك السن يمين شمال. طلعوا هون في شغلة ضرورية إذا بتقدروا تنتبهوا عليها، ويا ريت إنها تبين معي هلا أنا شايفها. اسمعوا إذا أنتم شايفين، طلعوا هون، شايفين هاي النقطة البنية الصغيرة هون؟ هاي شايفينها؟ هذا كومبوزيت بيرنينج. هون انحرق عندي الكومبوزيت لأنه ما كان في تبريد كويس، فهي شغلة ضرورية كتير إنكم تنتبهوا عليها. طبعا صحيح بالكونتاكت اريا بقدر أستخدم الستريبس. هاي هون شايفين، هاي هون، هاي ما بشيلها إلا ستريب أو بليد. بقدر افوت هون اشيل هذا السيرفس، ممكن استخدمه بالاخر، ولكن هذا مش اكبر همي حاليا، بس لازم اذكره عشان ما يكون ان شاء الله الفيديو تبعنا ناقص. على كل حال بس عشان تنتبهوا لموضوع البيرنينج لانه ممكن يصير معاكم. هلا راح اجي اللي هو احلى جزء بالبولشينج، الا وهو استخدام هدول التويست ويلز. هذا لازم يلف بهاي الطريقه. اوكي، يعني اذا بتطلع عليه انت من هيك لازم يلف عكس عقارب الساعه. اذا بتطلع عليه هيك فهو عماله بلف مع عقارب الساعه. اوكي، يعني بده يكون حركتك فورورد، تكون حركتك فورورد. انتبهوا ما تكونوا على الريفرس، لان هيك راح تتاكل وتنهر بسرعه وما حتعطيك الشغل اللي هو ريكومندد من الشركه. طيب شغله كتير مهمه هون التبريد، ولازم هذا الويل يلمس السن لمده 30 ثانيه. فكلياتنا مع بعض، يلا اول ما ابلش بدي توقتوا لي 30 ثانيه، وبعد اول كومنت يقول لي خلص دكتور خلصوا ال 30 ثانيه حوقف. يلا بلشنا، سرعه خفيفه ما بحط سرعه عاليه، كل شوي ببلل السن، بحاول المس كل السن قد ما اقدر. انا ما وقتت يا جماعه، فوقتوا لي عشان ما احرق السن. لانه قلت لكم عمالي بشتغل حاليا بدون اسيستنت. هذا كمان برضه ما حيعطيني، هنا عمالي بمشي على السن المجاور هيك مشيت شوي، ما راح يعطيني فيري بولش سيرفيس، حيبلش يعطي لمعان ولكن مش كثير. شايفين كيف بلشت عندي تبرز الخطوط؟ طبعا حاب اقول لكم انه خلصت 30 ثانيه ولا حدا حكى لي شيء، شكرا. فلازم يشتغل 30 ثانية، وهذا هو الريكومندد من هاي. شايفين النقطة البنية لساتها هيك شوي موجودة بتقهر شوي، شايفين؟ طيب هلأ راح خلصوا زمان يا دكتورة، فاتني 30 ثانية. طيب هلأ راح أنتقل لل للأبيض، ممكن في ديلي لبين ما توصل الكتابة. هلا راح انتقل الابيض نفس الشيء، هذا هو اللي راح يعطيني الهايلي بولشت سيرفيس. طلعوا هي هون، نيجي نرش هواء، بلش يصير لمعان، شايفين بلش يصير لمعان. شفت مرحلة الاناتومي؟ طلعوا كيف تشوف الاناتومي، طبعا لما انت تحرك السن يمين شمال لانه الضوء ببلش ينعكس عليه. شايفين انا مالي بحرك يمين شمال. اوكي يلا هلا هون نفس الشيء، بنبلل السن ومنبلش 30 ثانية. يلا 1 2 3 4 5
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 قولوا لي عد بمخك يا دكتور ليش بتعد ذات الخمنة طلعوا كيف بلش يصير عندي اللمعان شايفين إذا بدك ترجع تعمل وليش ترجع تعمل كمان 30 ثانية ما بضر مهما مشيت بهذا على السن بالعكس كل ما مشيت أكثر كل ما أعطاك بولشت سيرفس أحلى وهي بمشي على السن اللي جنبه كمان شوي لأنه خلصوا 30 ثانية عشان لما أنزل لكم الصورة تكون صورة جميلة شكرا يا مصطفى أنا عارف أنه خلصوا بس أنا بحب أنه يطلع هايلي بوليش سيرفس طلعوا كيف هلا يا جماعه طلعوا كيف هلا بدي ارش هواء على السن هلا بدي ارش هواء على السن طلعوا كيف رح يضل يلمع طلعوا طبعا يا جماعه في شغله كثير ضروري تعرفوها في كومبوزيت عن كومبوزيت بيفرق يعني الملاحظ هون شديد الملاحظة شو بلاحظ؟ بلاحظ انه هذا السن بلمع اكثر من هذا السن ليش؟ لانه هذا النوع بيختلف عن هذا النوع فانت لازم يكون في بينك وبين الكومبوزيت معرفة كويسة انه هذا البوليشنج تبعه بياخد وقت بياخدش وقت فالبوليشنج تايم بيختلف من كومبوزيت لكومبوزيت في كومبوزيت اول ما تلمسه بصير يلمع وفي كومبوزيت بطول ليبلش يلمع طلعوا ما احلى الاناتومي طلعوا ما احلى الكومبوزيت طلعوا ما احلى الناتشرال لوك طيب كمان مشيه لعيون الشباب طبعا كيف صار يلمع السن هو عم بروح الفوكس لانه كل ما احط اوبجكت قريب على الميكروسكوب بروح الفوكس عليه طبعا اللي حيحضر الفيديو بالإعادة بقدر يمشي يعمل سكيب زي ما بده أهم إشي هي الخطوات مين منكم تابعني من الأول للآخر يكتب لي تعليق عشان أحييه على الملأ طلعوا السن ما أحلاه ما أحلى الأناتومي تبعته من كل الزوايا شايفين زي ما حكينا هاي النقطة البنية اللي هي النقطة اللي صار فيها الحرق راح تبين هلا إن شاء الله على صورة بروفيشنال أنا راح أتعمد أخليها موجودة عشان الكل يشوفها طلعوا ما أحلى السن كيف سموث أمور ممتازة بتمنى إنه يكون الفيديو أعجبكم ومفيد لكم أنا ما بدي إلا بس تدعوا لي ويعطيكم ألف عافية شكرا لكم دكتورة فاتن أنا عارف إنه أنت منهم أنا عارف أنت ما شاء الله عليك خلي لي إياك شايفين أنا تمام أحلاها يلا يعطيكم العافية راح نصور السن هلأ وراح أنزلكم إياه في الكومنتس بعد تقريبا 10 دقائق يعطيكم ألف عافية و